بوست طويل عريض انك مش لاقي شغل وعايز شغل يبقى متفصل عشانك برقم معين عشان تفضل عايش في نفس المستوى اللي انت كنت فيه، حجج فاضيه وكلام كتير جدا انك مش لاقي شغل وبتجتهد وان الظروف ما عندك. دي كانت بدايه كلام واحد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي اعاد نشر صوره ام يوسف او الملقبه بسيده الكشري، الست المصريه الاصيله رمز الامومه. طب ايه قصتها وليه تصدرت الترند خلال الايام اللي فاتت؟ تعال نعرف كل حاجه من البدايه للنهايه على المصريه. ام يوسف كانت على الله خالص زي ملايين من المصريين، بتعمل كشري وتخزنه في علبه وتفضل تمشي على رجليها بالساعات عشان تبيعه، ومطرح ما الرزق يدق بتروح وراه. وعشان الحاجة الحلوة بتجيب زبونها اتشهرت ام يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما ناس كتيرة جدا شكرت في المنتج البسيط بتاعها، واللي فيه ناس اكدت انه تفوق في النظافة على براندات كبيرة جدا. البوست ده فايرل بشكل كبير وناس كتيرة صوروا معاها عشان مبادرة حياة كريمة تغير حياتها، تساعدها بمبلغ مالي وهدية تروسيكل عشان تقدر توزع الكشري بتاعها ومبيعاتها تزيد. الست دي عظيمة قوي مش كده؟ طيب بص بقى عشان تعرف ان الحياة كانت ما عندها، بس برضو وقفت واصرت انها تكمل رغم كل الظروف دي. ام يوسف بتقول انها اشتغلت حاجات كتيرة قوي عشان تكفي احتياجاتها واحتياجات اسرتها وولادها، وساعات كانت بتنزل كل يوم وتلف من اول النهار لاخره عشان تبيع بس 10 علب كشري عشان في الاخر توفر مصاريف يومهم. بس ربنا كرمها لما اتشهرت والناس سموها سيدة الكشري على مواقع التواصل الاجتماعي، والخير على طول بيضرب بابها، وهي بتقول انها بتهتم بنظافة الحاجة والحاجة اللي بتاكل منها بتأكل الناس منها. ام يوسف الحقيقة ست بمليون راجل، مش مجرد ست عادية كده، هي دي الام المصرية، هي دي الست اللي ضحت بحاجات كتيرة جدا عشان ما تتحوطش لحد ولا حد يبقى ليه خير عليها. الست دي فعلا مثال وقدوة. بنشكر مبادرة حياة كريمة على الوقوف جنبها، وبنشكر الظروف والسوشيال ميديا اللي عرفتنا عليها عشان لما حد يقولك مش لاقي شغل او الظروف ما عنداني توريه الست دي كمثال ونموذج يحتذى به في الجدعنة والثبات والرجولة والإيمان بربنا. يا ريت بقى كلنا نوجه كلمة لأم يوسف في الكومنتات.